جل يا جواد لا يغفل يا صادقا لا يخلى يا قاهرا لا يغلب يا عظيما لا ينساب يا عدلا لا يحيف يا غنيا لا يفتقر يا كبيرا لا يسعر يا حافظا لا يغفر سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة يوم حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا إلى المرجع تطوى وتمتعوا فيها طويلا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صحیفه سجادیاں نو دی دعا پو دعا نمبر 23 نو ذکر سن سیوت پیغمبر خدای فق پسنگ وطلا سفارش بس وقتی کہ اصحاب کو نے سوال بانا یا رسول اللہ شب قدر یانو گا یش چچل ضربن کسل جونس عافیت سل
دعا چیت صحیفه سجاد ینو دعای عافیت زری دی دعا پوسوس یم بو زمزمہ بوس اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وألبسني عافيته وجللني عافيته وحسني بعافيته وأكرمني بعافيته وأغنني بعافيته وتصدق علي بعافيته وحبلي عافيتك وأفرشني عافيتك وأصلح لي عافيتك ولا تفرق بيني وبين عافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله وعافني عافية كافية شافية عالية نامية عافية تولد في بدن العافية عافية الدنيا والآخرة. وامنن علي بالصحة والأمن والسلامة في ديني وبدني والبصيرة في قلبي والنفاق في أموري والخشية لك والخوف منك والقوة على ما أمرتني به من طاعتك والاجتناب لما نحيتني عن من معصيتك. اللهم وامنن علي بالحج والعمرة وزيارة قبر رسولك صلواتك عليه ورحمتك وبركاته عليه وعلى آله وآل رسولك عليهم السلام. أبدا ما أبقيتني في عام هذا وفي كل عام، واجعل ذلك مقبولا مشكورا مذكورا لديك مذخورا عندك. وأنت بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك لساني
واشرح لمراشد دينك قلبي، واعذني وذريتي من الشيطان الرجيم ومن شر الصامة والحامة والعامة واللامة. ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل سلطان عنيد، ومن شر كل مترف حفيد، ومن شر كل ضعيف وشديد، ومن شر كل شريف وزي ووزير، ومن شر كل صغير وكبير، ومن شر كل قريب وبعيد، ومن شر كل من نسب لرسولك وأهل بيته حربا من الجن والإنس، ومن شر كل أن تأخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآل، ومن أرادني بسوء فاصرفه عني، وادحر عني مكره، وادرع عني شرا، ورد كيده في نحره، واجعل بين يديه سدا حتى تعمي عني بصرا، وتصم عن ذكري سمعا، وتغفل دون اخطاري قلبا، وتخرس عني لسانا، وتقمع رأسا، وتذل عزا، وتكسر جبروتا، وتذل رقبة، وتفسخ كبرا، وتؤمنني من جميع ضره وشره وغمزه وحمزه ولمزه وحسده وعداوته وحبائله ومصائده ورجله وخيله، إنك أنت عزيز، إنك عزيز قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد،
عجل فرجه ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شب دعا شب استغفار شب قدر شب مبارك مؤمنين ومؤمنات يتنغرغر شخص يدنا وينا ينبض مجلس بأن الشريك صوص يدنا سغز ينبض عابد صدمين دعا بشين إن شاء الله يلي دعا قبول سونا يانا ينبوغ يقنه قار كنسا خدا يرقز بيكا غيسان گناہ کل بخشش کی خدائی نظر چنگائی کس دیرین سقس میں سہنی ماہ مبارک رمضانی نچگ سال ماہ مبارک رمضان پسند انیانلا آخری ودا بنیو امیدیان دل زیانو یعنی دی مبارک مہینے کنا برپور استفادہ بس دکتو امید یاد غنیر گناہ کل خدا وند عالم اس ارحم الراحمین بخشش بس دکتو دعائی
افتتاح لر يقصد دي دعاكم سغي ينبو ينبو زمزم بوس هر شب ماه مبارک رمضان یانو زر بیت پی دعا کن یانو گنه دعا چی دیوین لبدون لدی مختصر دعا بسن سغیم بزیر بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترست على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه غيرك يا رحمن يا علام اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمني وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنخمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرتي قد أقلتها ورحمتي قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيح له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن عبت عني عتبت بجحلي عليك ولعل الذي عبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك
إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفول مسخر الرياح فالسبحان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والعنام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيح يشاكله ولا زحير يعازده. قهر بعزته الأعزاء وتوازع لعزمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وعنا عصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة حنية قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يحتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويحلق ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها
وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما.
اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلك. مكن له دينه الذي ارتزيت له. أبدله من بعد خوفه عمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتزل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا وسد به واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجز به طلبتنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا
وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبزر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تزحر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنود فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا
وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وحوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تدعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلمسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عن سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر وأن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة حاضه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ولعن أعداءهم أجمعين دريد سن بانو قتل سفارش سوسيوت دعائے سلامتی امام زمان بار بار تکرار بزرے اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
سخصو میتھانی مخصوص دعا پو. یا رب لیلۃ القدر وجاعلها خیرا من الف شهر ورب الليل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار والظلم والأنوار والأرض والسماء يا بارئ يا مصور يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا الله يا قيوم يا الله يا بديع يا الله يا الله لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والعلا أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورة وأنت حبلي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترزيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرا والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد عليهم السلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ومناصرا وذليلا وعينا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب قدر المؤمنين كون أعمال قرآن لغتار يقسم أما
امید چھن پو خدا وند عالم توفیق چنگن یا لیا دوبارہ نصیب سوسین چام نچام پنگن یری بریانو ننی اشب قدریانو تغن یم بویت پین اللہ یا شب قدریانو کھون اسیر خاک سوسے یا اللہ خداوند عالمین دے توفیق بش از دے بس یا دوبارہ دے چھن کل نہ تھک بھی مومنین مومنان دے چھن پو غنیمت شیس دی چھن پیانو گنا یا اللہ مغفرت مسونا بخشش مسونا یان امید مید گنا یا اللہ بخشش وایت پی دی چھن پو خدا زنگن یری فلا رحمتنا برکت دی چھن قرار توزید چھن پیانو گن یری تقدیر پو بدل گو چسین پغزی گن ینگ اس خدا للق پزن چلنا اگر غافل مدگنا مؤمنین و مؤمنات دلوانو گن یری کدی ماہ مبارک رمضان پو تی مجالس کون گن یری دینی کھورتنگ کون دی گن یا لطوفیق مسون سق جمسوس دی عمال کن ملک یومی خدای کن اللہ پزن چل خدایا دیو سنگی گناہ پر گسوں سے گیا دی چوک چھن کو نیانو سقدم سے ریو رہن بینچی یری گیس گو للک سنگیا مناجات بیت پا گیا لک بزنیت پا اما گئی گناہ کنر کو سوزے دی توفیق پسنگی کن لن مسو خدایا پروردگارا یا خدایا خدایا گیا دی چھن پیانو گمید ندرس اوسے گئی گناہ کن لے قرار بایت پولا یری عفو بخشش پو غیل شامل حال کی گزرے خدایا خدایا یا اللہ یا اللہ یا اللہ غیل چھر بیونا امید مگو چھون پروردگارا ابا عبداللہ الحسینی مظلومیت حق ندس نزگغ دنگ حسینی قبر متحر بگایا حسین زوار کو مثل بلا فنت صغب سے کرنی امت پایا آیا آیا دنیا با عبداللہ الحسین پیغ پہ حرام کن سایا دی شب قدر کنیان خالی خدایا خدایا پروردگارا یا
حسيني مظلوم يدبو يا نزق قصيري قزويك مؤمنين كون أسكر بلاي طرف لا تشقصيتي قلبك كون سنين كون توجه بيت ان شاء الله کربلا مصیبت پہ کلوق فچمون بگلا خورے درنگ انسانی اعمال کل لریق سے خدایا خدایا کربلا مصیبت کو نیا نہ لے کے نہ ٹک ٹک مصیبت چی Hi, Hussein, Hussein, stream of Chacha Zainabi with up in me. Zainab la mi mona barbegwa ma fotba ya ya ya. Abdullah na bokstun be wakhla sharat bas le Abdullah as khang la de sharat buna de se bokstun be kingang imi mo Hussein gal suna ngala guayut pi jazat ta mar go suyo ya Allah Zainab fiqbo probal bis kun krite Hussein ya la ram kun nayambo کربلا لدھنے اما حسین آخری ودائی وقت پتھن منا زینب للے گنا کھکھر سو یا اللہ تا زینب گلت سگی زینب اس گھر پناہ کے رویو زینب انسانی انچگنا زینب لگرم فق بیاس شخصو آخری ودائی وقت پتھون زینب لودا بے آخری ودا بس حسین فیق بو میدان طرف لا شق فیت بلا زل جنائی کا شق سے کلے کلے قدم تغین شق سے نیت با ایک وقت حسین لڑکی اپنا کانس کا چھر بگوے محلان محلو یا ابن الزہرا کلے کلے شخصان لزہرائی مگیون حسین حسین زینب اس قد پچھر بنا چوک چکتے زینب لتے لیستی مچچا زینب یا لنگا ویدا بس شخص نایا یا دوبارہ یا چا شخل استری مجھو جو یا لالے گی نلچو سو نرے گے تھیق پبیو تھیق پبیو میمو یا لانگ زیزی کھجم چیو
یا چوک شخصی زل جنائی کن سے گا حسین فیق بزل جنائی کن سے کلوک سے شخص زل سی موچی ادنی زیزی کھچے پیالا Jig fungale mi mohse ngizizi ngala khachim chibyas shakse ya nau sa thang ya nu shakhna yeri mubarak hulqum kul bos bos zara ہائے کربلا لزینبی اس حسین مبارک حلقوم لبوس بید رسپنگی چک پو حسین فیق پو دھنگیا نشق فی وخلا ہائے چک پو زینب فیق پو اسیر بس کھر بی وخلا قد لگائی غڑو پیانو تھر بنا زینب لچی تھو مگوے چسپا نری چنمی مو کھرکل بیامیانو زم سے دن نیزیانو تم سے زینب لمشے اسمی میر کو بو بوئی نظر اس کچھ تاغس حلان تاغی آیا یانگی می محسین بوئی لائی آیا زینبی از دنا نیزی چھک پون میم و حسین ارگو بو پیکن کنار لتغید ہائی زینب لبو سب امل سے مت ہو زینبی مبارکی جدا سو پیت پی حلقوں کو نکبو سب دمل سے کبو سب اس نہ رسول خدا فیق پو درہتو نمل بو سب اس فبت پی نہ کوئی بوا میر المومنین فیق پو اس بو سب اس فبت پی نزیزی زہرائی فیق پو اس دمل سے کبو سب اس فبت پی یا اللہ یا اللہ یچمون مگل کھرے اوش خدا ارگز بے کلق پزون قرآن کو نردون مقابل لجوک دید عاب سغیس یمب کسل بیون اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من وتقائك من النار اللهم إني أسألك بكتابك المنزل
وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من وتقائك من النار شحوائج النخلاء جذبك نتصول شب قدري من يلي تقدير بدين إنسان بين مشخص وجين مؤمنين مؤمنات كون انشاءالله دی چند پینو دست خالی لقص میگو رنسو سے ننگیانو ات کن ستے ٹھوبیا سنا رنسو سے قبر پوئی تک بیوس The Kabur piano, the Top San piano, Ton Mana, Chihala, Chigging, and Ayala. Chialam, Chigging, and Ayala, the San Putomana. The Waklang and Ayang is Chinsan Khuda, Ikana. Khuda, Khuda. خدایا غیا دی قبر عذاب شتیان یان نجات تو خدایا مومنین کو نیز پیغام تنگ دل تماس دعا زری مل سی مل سنا آیا خدا نہ گنہگار سرتا پا گناہ غرغ یتی بندگین خدا یا پروردگار خدا یا غیرم بدی دعائی مجلس پی انو شامل سو سید خان مومن مومنات کو دنیا ایکونہ کنیا نگنا یلیکونہ کنیا نگنا یل نباہر نہ التماس بس خدایا خدایا غی گناہ کل مغفرت شزد بوس خدایا خدایا غی شوق بو ایل آسان گچوں غی کنا قبر عذاب و آسان گچو خدایا غی شوق پینو امیر المومنین فیق پو غی از نیز گوی کتھون میت پا غی قبض روح مبوس خدایا او میت پی سال پو غی عمر کون بابرکت عمر گچوک خدایا غی لحظہ لحظہ برکت کو چوک خدایا پروردگارا خداوندا غی اولاد کن اولاد مبارک کو چوک خدایا غی تس خجا امام زمان فیق پہ ظہور آنو تعجیل شزد بوس امام فیق پہ ظہور پہ شخمے کتھنے دی دنیا پہ عدل داد انسکن میں نصیب کو چو یا اللہ اے امام زمان فیق پہ حقیقی عوان وانسار کنیان قرار تو یا اللہ خدایا پروردگارا خدایا یا محمد آل محمد نیم و دنیا و آخرت نسکن محشور گچو یا اللہ خدایا اولاد تمنا یدکن کل اولاد صالح و سالم شزد بس یا اللہ خدایا مریض ادکھن کو اللہ شفا شزد بوس یا اللہ التماس دعا وکھن مریض مریضوں طفل مریض کو تقویت بی مرزات کن بیمار وستنے کا فخص ادکھن کو لا الہ سوس ادکھن
کھن کون زیر علاج کھن کون دی وبائنت پہ گرفتار سو سید کھن مومن مومنات کون لسقل لباس عافیت شزد بوس یا اللہ خدایا پروردگارا غیر کل فی اموات کن یر رحمت یدنا کون مزید رحمت کو چو یا اللہ نعوذ باللہ اگر عذاب چکیا یدنا یا آن پہ یر رحمت انو شامل کو چو یا اللہ خدایا غیر جوانان کون سنگین دی ادارے دکس دین خدمت بین ید خدایا کون لطول عمر شزد مسے مزید خدمت بایت پی توفیق کچھ یا اللہ کھو یا اولاد کن اولاد صالح کچھ یا اللہ پروردگارا خدا وندا یا عاقبت پو خیر کل قلب نصیب کچھ یا اللہ مومنین قرآن کن گے ککھور دے دعا پو سغیس یمبو کسل بیون اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك يا رزقين اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من ذات أقدس إلهي مبارك من تخبيكنا خاتم الأوصياء إمام الزمان في أقبي سحم من تقب تنمان خدای رگزگوی کا نزگق سے چل چین لے مومنین کون رنسو سے چحوائی جدنا نظریان و جق سے بالخصوص امام زمان فیق بزہوریانو تعجیل شزدگو آیت پو فریز عالم آیت پی مظلومین کنیحی ظلم کون شخمے کا رفع دفع سو شک زرے غن یری دی گستید پی انوین یت پی دی ظلم کون شخمے کا دفع سو شک زرے ظلم ظالمین کن شتیان اگن عالم اسلام لنجات تھب شک زرے پرچم اسلام جگ بجگ سر بلند سو شک زرے سغس سنگ ندعا بشیک گناہ کنی مغفرت مین دعا بوس آئندہ اومیت پی گانے یری زندگیو خدا تھت پیت پی زندگی سوشک زرے امام زمان فق تھت پی زندگی سوشک زرے انشاءاللہ دسن پی انوں گانے یری گناہ کل بخش سونا امام زمان فق پی ظہور مین تعجیل بو دعا بوس انشاءاللہ امام فیق پو شخص دی دنیا پو عدل و انصاف یا نسکن نوک سغس توجہ ندرسن الہی بکا یا اللہ 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 الہی بك يا الله إلهي بك يا الله إلهي بك
کا یا اللہ جل جلالہ ربی. پیغمبر خدا خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقفے استحممی تقفون نزگق سے خدای کنت سلید مومنین کن سغی من ندعابو سرگل کھن کن من ندعابو غنی رجی میانو حقیت کھن کنی اتامون من ندعابو بالخصود اتن امون کی درین اسیر خاک سون سیتا دی جب پہ دی چھن پہ شتیانوں نا محروم یتا اولاد کنی دعا کنی محتاج یتا غتن دنیا ایک دکھ سیت کھن کنی خیرات صدقات کنی محتاج سون سیتا کھو امین ندری چھن پہ مقصود دعا بوس خدایا کھن کنا اگر عذاب چگیا مبتلا یت نیا پیانو محمد نال محمد نے ہم وہ محشور کو چوزے خول خدایا جنت فردوس انو جگہ نصیب کو چھو یا اللہ محمد نال محمد نے ہم وہ محشور کو چھو یا اللہ الہی بمحمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مظلوم اولین اولین مظلوم عالم علی فقر زحمہ می تغفر کھیکا کھرک سے نزگق سے خدای کنت سلشی الخصوص غنی رجی میں نحقیت کھن کل سن دعا بوس رنسو سے ہمسا یاش گندن کنی حقین دعا بوس سطل گرم سے زم سے صحت سلامت نیم بو زندگی بایت پی نصیب سو شکزر دعا بوس مولای متقیان امیر المؤمنین فیق پی سیر عملی کنگتن سقل درل بی توفیق سو شکزر امام من تخفل لنین سنین دعا بوس الہی بعلی 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 علیہ الصلاۃ والسلام. گلم زہرا سہم می تخف نزگ سو زہرا مصیبت پلے گن ٹک ٹک مومن کو
زهرای فیغ بو جوانیانو لچوب گیتی نسویکا بوی مصیبتیانو رگس فی زهرا بو امت کنی تن فی ظلم کنی رگس شک فی زهرا بو نزگاه سه خدای کنه چل شید یه چند به نور گلم و زهرای فیق بوز میگید حسن نه حسین فیق بلنگید مطان چک بلسانس جغد بی یا الله یا الله یا الله بیمار مدینه گل مزهرای فیق بی کتن فی مصیبت کنی نز گخسی یری کنه دیرنگی چند پیانو لقفزنی خدایا زهرای آخری ودای چند پتن منایا علی فیق بو زهرا اسی از گوی کتونه زهرا فیق بو شهادت تنید اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق يا علي وسيت شود يا لا يا زهراي في أقفز كري وسيت بر بسي سيزويك شخص يتسوي دي وسيت بانشك سلب يوسي يتسوي يا الله علي غسلني بالليل وكفني بالليل ودفني بالليل يا علي على تسلى غسل دمهن على تسلى كفن منها على تسلى دفن بسي جنازے گیا سلم ہو چک ہے علی زہرا فیق بلدی امت کو نکچام سے دکھ سے ات کھنن سو پیغمبر خدا فیق پہ دب مجھ چو عالم اس لقت لکا کھر دکھ جائل مبا اما پیغمبر فیق پر گلف زل زہرائی کا ظلم چمیت پیان چامت ہو جغردن شنغا زینب زہرائی فیق پو بیمار بستری کا لسے مبارک سمون شہید سوسے زہرا لگا شرر نر ری کسترو فیوم ندراغویت با سیمون سرا سگا ایردون کن زہرائی مدینی سترابون یا نو لگ چھر فقسز کن پسو زیاد با مبارکی فرق پون قنفزی رگی شفگونی چنکا نت پسو سید پی زیرا یا اللہ یا اللہ زهرای فیق بو لغسل و کفن من فلزلا علی فیق بو میگه اد کل آخری ودا لشخزه
حسن حسين زينب ام كلثوم سيزي برغل بيرنا غفر يا بدبا يا هاي حسنيني فرياتكم سني شقون سني جيبو قاقون تومس زهرا لك فنيا نقنا لك بول بيوس ميكيوتكم برو بلس دمرقو زهرا ساقني مثال يلي مكيوتكم يلي مبارك في اغلق كل فيوس برافا لاستقصى اما يلي مكيوت حسين في اغلق كربلاء يسر زمين بكا نفر بلبس كل وداب ما نغسل كفن من شكبا جقسوم سنسوم كربلاء يدسر زمين بكفوس جقفسوم مؤمنين كن قلب زحراء مبارك من تغفو شيك شخص نزقق سي خداي كانت سول غنيان يا مسلمون حياة وفدمو جق بجق سكت بيوت بنسيب سوشك زني غنيان يا مسلمون لزحراي نقش قدمي كدرل بتوفيق سوشك زني رنس حجاب كون حفظ بايت بتوفيق سوشك زني يا إلهي بفاطمة 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 سلام الله عليها إمام حسن مجتبى يفق بمبارك السماء ميتق بنزق خداي كانت صول إمام مبارك بارل بارس وفي تشلمون حق ردس خداي كانت صول إلهي بالحسن 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 عليه الصلاة والسلام أبا عبد الله الحسين في قبة مظلوم كربلاء شهيدنا إلواي مظلومية بالشمس خدايك أنا
أن يري حوائجكم سول بالخصوص عالم الإسلام أن قوين يتفيد ظلم بربريتكم شخمك رفع دفاس وشك زر مؤمنين كون سغز غفريات بسداب إلهي بالحسين 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 عليه الصلاة والسلام بمار كربلاء إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في قبه مبارك سهم می تخفو نزگغ سے خدای کنت زلید مومنین کون بیمار یود کھن کون بسترے کے یود کھن کون پریشان یود کھن کون امام زین العابدین نت پہ حالت بو نزگغ سے خدای کنت زلشنگ بالخصوص بیمار یود کھن کون پریشان یت کھن کون سگ نظر انوجب سے الہی بعلی ابن الحسین الہی بعلی ابن الحسین الہی بعلی ابن الحسین إلهي بعلي ابن الحسين 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 عليهما الصلاة والسلام باقر العلوم إمام محمد باقر عليه الصلاة والسلام في الضير سهم ميتق نزغ سقدائك نتسل شيئين مؤمنين كون تعليم مشكلات يدخن متصان بمان جوان كون دانشمن کون تعلیم می نباہ لسو سید کھن کون التماس دعا بسید بالخصوص در سوشل میڈیا کا بار بار پیام تغید التماس دعا زرید غنیری طالب علم کنیس منسی منسل دکھ سکون التماس بسید رنسوں سے تعلیم ملا پریشانیت مزاد کون ذہنی پریشانیت کھن کون مام محمد باقر فق پیر سہم می تک پلنے چھوائی جدنا لقبز انہیں سن دیریں گے دیچھن پہ انوک الہی بمحمد ابن علی إلهي بمحمد ابن علي إلهي بمحمد ابن علي إلهي بمحمد ابن علي إلهي بمحمد ابن علي إلهي بمحمد ابن علي
إلهي بمحمد ابن علي، إلهي بمحمد ابن علي، إلهي بمحمد ابن علي، إلهي بمحمد ابن علي عليه الصلاة والسلام. مؤمنين امام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام فقه ارسام ميتا قلن دعا بوس غاسي ننخم پریشانی اتنا مشکلات اتنا اخلاق پریشانی اتنا رنس سے اولاد تربیت پریشانی اتنا امام صادق فق پہ صادق آل محمدی من تخب و نزگخ سے خدای کنچول انشاءاللہ دس ہن پہ انگنیان لقصتوں زخ سے متن الہی بجعفر ابن محمد الہی بجعفر ابن محمد إلهي 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 بجعفر ابن محمد عليه إمام موسى بن جعفر إمام كاظم عليه الصلاة والسلام في أبو نزغخ سے خدا آئی کنت سلے انشاءاللہ غنیری مسلمان مؤمن کون اسیر سون سے یتنا دشمن لقت یتنا کھوئی رہائی من ندواب شب قدری غنی آلت ہوئن دنیا آیا نوچام سے ظلم گنیت زربو مسلمان کو نکایا چام نچام پا اسیر بسے دشمن لقت یون پریشانی حالت دیو امام کاظم علیہ الصلات والسلام فق زندان کنی لو چپ جی زندان نہ زندان نہ منتقل گن دکھ سے آخر الام زندان نہ دنیا کن رہ لسوم شہادت درجے کفائس دی امام مظلومی دی مظلومیت حق ندرس نزگخ سے خدا آئیکن چل شیخ تمام عالم اسلام آیت نصیر کنی رہائی مینا پریشانین حلق آیت پی مینا الہی بموسیٰ بن جعفر الہی بموسیٰ بن جعفر إلهي بموسى 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 بن جعفر عليهم الصلاة والسلام غریب الغربا شمس الشموس انیس النفوس ایہا مدفون بعرض طوس غنیری گا مومن مومن آچیک دری یلن باہر لغربت آیدنا
پریشانی یدنا مشکلات فقس یدنا دسنگانی آلر تخ پیو دیو بائینت پی وجہ سکا تمام عالم پریشان مشکلات فقس ید ضربو ہر ایک وطن باہر غربت یعنی ید ضربو سغر تخ پیو غریب الغرباء امام رضا فق بزغ مدین یعنوگ نا فروبل بسکل نبر فسے کیوں سے غراسان یعنو شکھنین غربت یعنو شہید صوفی امام پہ حق ندس نزگو سلچ خدای کنا یعنی یری تمام مشکلات پریشانی دیو بائی نت کن شخ میں کرفا دفا سن شک زرے مریا لیا دوبارہ آیا امان نیم بو زندگی بایت پی نصیب سو شک زرے غنی یری علماء کو انسام نظام پو حوزین و خدمت بین دکھ سے دنیا ایک نرگل سے کھونگ مین نسان دعا بوس غنی یری یلن باہر لدکھ سے علماء کنی خدمت بین دکھ سے رگل کھن کون دین خدمت بین دکھ سے رگل کھن کون دنستغی مینگ ندعا بوس غنی یعنی لاغر غنی یری علماء کن میت سک پنا دنین غنی یری گستید پیانو دی حالت پنگا تغلا یوں چمن مین دی دو علماء کن رگل کھن علماء کنی برکتی کا دنین غنی یری مرکز پو غنی یری جامعہ تشیع مرکز دنیو خوی مین نسنگ دعا بوس امام رضائی فیق پیر سحم مین تقفلنے الہی بعلی ابن موسیٰ 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 علیہم الصلاۃ والسلام امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام فق پہ سہم میں تقبل نے غنی یری جوانی نور گل فیت پی جوان کنی مینگ نہ دعا بوس غنی یری امام کنی انگ نہ چک پہ جوانی اور گل کھان لنگ شور سگی نہ سیکر گل فیت پی جوان پو امام جوادی کھری بستی پہ لگ پہ کا زہر من شہید بس فی امام پو امام جوادین دی مظلوم امام حق ند سے نزگغیت خدایا گا جوان چیک مرش چگیا مبتلا یتنا پریشانیا یتنا خدایا کھول شفا شزد بوز پروردگارا بی حق امام جواد غی جوان کنی عمر کو یا برکت شزد بوز خدایا غی جوان کن لدین خدمت بایت پی توفیق شزد بوس غنی ری معاشریانو خدمت بین دی ادارانو دکھ سے علماء اسنا شریعت زیر سرپرستیانو دکھ سے خدمت بین دکھ سے اتکھن جوان کن دیگن ارگل کھن کن بالخصوص غنی ری دی ادارانو خدمت بین درگل انکھن جوان کھائی گیوت احسان علی محبوب علی تونا حجی فیاض دی جوان کون ہمیشہ ادارین خدمت بین دکھ سرگل کھن جوان کنین کھونگ سنگی تک بس درین دعا بوشین غنی ری شیمیان کھونگ حقیوت غنی ری علماء کون دنیا ایک نرگل کھن کون دی ادارین خدمت بین دکھ کھن کون بندی حقیر بابا شیخ موسیٰ شریفی
وباقي علماء كون شيخ طه يفق فوق حميشة غطال داري عندك سكون اس ختمت بين دوك سنغطال ندي لامبل تنسو سيد إن شاء الله شيخ محمد مفيد يفق فوق غنيري مؤسس بنيان غزار كون سغي مينا سيد حسين يفق فوق وباقي علماء كون سغي مينا سنين دعاء بوز امام جواد يفق فر سهم مين تقبلني الهي بمحمد بن علي 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 عليه الصلاة والسلام إمام حادي عليه الصلاة والسلام يستغم من تغف نزغ سخدائي كنزلين إن شاء الله غتنغم حداية لمبك هميشة دوام برقرار لسوك إن شاء الله غتن أحل بيت أدحار نيمبو دنيا وآخرت نسكين محشور جيك صراط مستقيمك دوام برقرار لشك زريك محمد نال محمد نقش قدمك درل بتوفيق سوشك زري سغسنين دعاء بوشك الهي بعلي ابن محمد الهي بعلي ابن محمد الهي بعلي ابن محمد إلهي 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 بعلي ابن محمد عليهما الصلاة والسلام إمام عسكري عليه الصلاة والسلام يفق بين سحما من تقبلني دعاء بوس بالخصوص دمع من مؤمنات كلها کہ ہمیشہ اسلامی مرزبان بینیوتا ارزا اسلامی خدمت بینیوتا اسلامی کن دفاع بینیوت کھن کن دشمن کن دفاع بینیوت کھن دے جوان کن عراق عین شام عین بحرین عین یمن عین ایران عین گمن سچ عینو عالم اسلامی کنم مکتب تشیع کن دفاع بن یت کھن جوان کنی طول عمر مینا کھولا مزید دین ختمت بایت پی توفیق سو شک زرے ہوئی عمر لبرکت تو شک زرے دشمن کن رفع دفع سو شک زرے اتبات عالیات کن اماکن مقدسات کن مراجع عظام علماء عاملین طلاب علوم دینی حوز علمیات کن دشمنی شر شتیان محفوظ لشک زرے امام عسکری فیق پی سحم مین تق پو نزگق سے خدای کنت سول الہی بالحسن ابن علی الہی بالحسن ابن علی الهي بالحسن بن علي الهي بالحسن بن علي الهي بالحسن بن علي الهي بالحسن بن علي الهي بالحسن بن علي
إلهي بالحسن بن علي، إلهي بالحسن بن علي، إلهي بالحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في اقتسام من تقبلنا خدای گزگوی کنت سویان غنیری توس خجایی انشاءاللہ امام توجه بگا مغنیری کدکتو اگر ذره چیگ امام توجه سونا غنیری دنیا و آخرت گنگ مفل کافین امام زمان فیق پی قلب متحر پویان غنی یری کا راضی و خوشنود گوایت پی مینان خدای ارگزگوی کن لق پزنی چول خدایا غی کنا دو چخلش مردن چون غی تس خجا غی کمیت حد پک سوزے غی یری عذاب مستحق مگو چون إلهي بالحجة 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 عليه الصلاة والسلام يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا أبا صالح المهدي دری شب قدری دی مبارک سن پیانو غیس قرآن پوگوی ککھرے یا تار سحما چپ جی توسل لکھرے نزگق سے خدای گنا غی گناہ کنی مغفرت سل سے يا ابن العسى يا مولا اگر يري زر نظر چسونا غيكا غي زندگي بدل گل خجا يا ابن الحسن درن شب قدرين وغي عمال بوي نامي عمل بوي وغي تقدير ناموي لقطو تن ما يتبي غيوم ايد في زندگي وقد صغشي قو ايد في انزر بيال ارتق بيود لخجا غي خدا كانت سلين غيوم زندگي ويارن زندگي سوشك زرين
يرزني لدغ في زندقي على نسيب مسوشك زري يا ابن الحسن يا رزور من يا لقبز نوسي ليوسف زهراء الشخص اللي خجا تا شخص اللي خجا عالم پٹھوب سایا امید پیاری نوری عد پایا يوسف فاطمة يا ابن الحسن دريس حلبوي تقدير بويا يريد الله الشايد بالخجا مولا اي قنا كل مغفرة سوسي اي خدا اي رنجان بندون عنقنا يا شمار قايد بنسيب قشوق مولاي يا ابن الحسن مؤمنين كويا سني فتصوصين يانس دي سن بغدا ندس راز نياز دين يتخني ان شاء الله دعاء تجاب شايد في وخرني سغيت لفون قل لني نداتو يا ربي يا الله زرين نميانا ندا يغلق السجي قزدي طغ نداتنا يا ملايكونيس نداتنا اللون زل بندون كت حاجت بچيو سغز ينبو زمزم بوز صامت نفس يدنا يا دي ذكر فو سغز غبين نغي اتن ستي تبعن دكسي فرياد بن كسل بيو يا ربي يا الله 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 جهاد دلنا خدائي كنت خدایا پروردگارا حق محمد و آل محمد دی سنی عظمت نہ شرافت حق نہ خدایا پروردگارا ای تس خجا امام زمان فقف ظهور عنو تعجیل شد بحث یا اللہ
خدایا یا محمد نا علی محمد نیم بو محشور گوچو یا الله پروردگارا امام زمانی فق قلب متحر بو ای کرازی و خشنود لصفیت بی نصیب گوچو یا الله يا إمام زماني فق بحقيقي عوان وأنصار كن أنا قرارته يا الله فروردگارا يا حوائج جد كن كن التماس دعا مكن مؤمن مؤمنات كن إيش حوائج جد نارك خدايا مريض مريض طفل مريض تخفيت بمرضات كن التماس دعا مكن كن بمار مستيق فقصيت كن كن لا إله إلا سيد خان كون زير علاج خان كون خدايا بحق محمد آل محمد بحق شب قدر شخميك كون سغل لباس عوفية شرد بس يا الله فروردگارا خداوندا يا أولاد كون أولاد صالح وصالم قوشو يا الله لا يا أولاد تمنى يتخن كل أولاد صالح وصالم شزد بس يا الله تعليمي مشكلات يتخن جوان بطه بسترين كل خدا يا كون تعليمي أنو ترقي قوشو يا الله روزگاري پريشاني يتفزاد كل روزگار شزد بس يا الله رزق و روزي كمي يتخن كل وسعت شزد بس يا الله پروردگارا عالم اسلام جق بجق بلند قوشو يا الله علم کفر و نفاق شخمے کا سرنگون گوچو یا اللہ عطبات عالیات کن اماکن مقدسات کن مراجع عظام المایا مدین طلاب علوم دینی حوز علمیات کن دشمن شر شتیان یمستون سجو یا اللہ خدایا پروردگار امیر المومنین ارگا کھن کن دنیا ایگا کن اچھ گیا پریشانی نا مشکلاتیں ادنا سیسوں سے دشمنی لقفی ادنا در بدر یا فقصی ادنا خدایا یعنی رخ نمدد سوز امن و امانی کا ایمان ندس زندگی میں نصیب گوچو یا اللہ پروردگارا خدایا خدایا يا عاقبت بخير قلقل من نصيب قوشو يا الله غير قلب في أموات كل غير رحمة يدنا مزيد رحمة قوشو يا الله خدايا بروردگارا دي مجلس بيك نفش غير أموات كل توني بندي حقيري بولا توني خدايا كون روح كل شاد بايت في نصيب قوشو يا الله بروردگارا خدا وندا خدايا پروردگارا اے جوانان کل طول عمر شزد بسے کون مزید دین خدمت بایت پی توفیق اچھو یا اللہ پروردگارا اے جوانان کنی زندگی اہل بیت حد پیت پی زندگی اچھو یا اللہ خدایا جوانان اسنا شریع لاشق بجر دین خدمت بایت پی توفیق اچھو یا اللہ خدایا عید جوانان کن یعنو ندی خدمت بین گلکن مومن مومنات کن ایر رحمت دیود نکھولا مزید رحمت گوچو یا اللہ خدایا دی داری یعنو خدمت بین دکسر گلکن مومن مومنات کن علماء کن مزید توفیق خدایا کن محمد نال محمد نیم محشور گوچو یا اللہ اگر کون دنیا آئی کا زندہ یدنا خدایا کون مزید خدمت بے توفیق گوچو یا اللہ خدایا دے دارینو وقف بس تنکھن سنا سکھتنا لقص سکھنا باقی چیزات کون دے مومن مومنات کن لا دے مجلس بے کن فیض تھنے کون روح کن شاد گوائیت بے نصیب گوچو یا اللہ پروردگارا خدایا خدایا اے مسافرین کن سفر پو بے خطر سونسے صحت سلامت نیم بلوک سے وطن کن یغتن بی نصیب گوچو یا اللہ پروردگارا دی وبائی نت پشوخ میں کر دنیا یا نگنا رفع دفع گوچو یا اللہ بالخصوص غیت یل پی آنگنا شوخ میں کر رفع دفع گوچو یا اللہ جاہ محمد و عطرت طیبین الطائرین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم إني أمسيت لك عبدا داخرا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا
ولا أصرف عن حاس وأن أشهد بذلك على نفسي وأعترف لك بضعف قوتي وقلتي وحيلتي. وصل على محمد وآل محمد وأنجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة، وأتمم علي ما أتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الزعيف الفقير المحين. اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني، ولا لإحسانك فيما أعطيتني، ولا يائسا من إجابتك، وإن أبتعد عني في السراء والضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو يؤسن أو نعماء، إنك سميع الدعاء. إن شاء الله بك مجلس باركورا غايبين إتان مرسيا لنجا مجلس لدجا إن شاء الله بكين استفادة بس. صلوات على محمد وآل محمد. مسجد نور ملجم بي سنتن شیر خدا فنا شر شفر چو سید شربین ما جزاز جبريل سيف قد قتل أمير ستون سوزو بین سوزو برنچی بے کسا شاہ سنا شاہ سے اس کو لایا اس قد کو سے شاہ
اغفناتهم مسجدا. زين سنا رنشان بوا مسجد انا شتر مكان كسحاب نسلنا شير حق شير تاجدار حلاتا يا بريانك حضرت لالتنجي بيون كسا يا دوسجا ميدي مجاقبا يديري دري كربلا استوني شوجي مغبار في شغفيات ازبرز بكنا يري من مبيا يد شمري زيري مغلاف تنه سادي بوس نزيكا قلبا فسنا غنر كو مشكلي قال تشيكتو كلكا خيبري السلبي ارتباط
hai hai inta dirina mul jami bui lag lagwa أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم مؤمنين ناظرين شب قدری بی اعمال کن عبادات کن طاعت کن انشاءاللہ خدا یزوئی کا بحسن وجہ قبول بک امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کف پہ نظر عنایات کن الطاف کن عطم سغلا ہمیشہ شامل حال وین رسو مختصراً وقت مت پو نظم سے متا دلین چھن پو عبادت چھن ان دعائی چھن ان استغفار چھن ان مناجات چھن ان منظم سے یہ چھن پینوگن یہ تقدیر کو مشخص بایدین آئندہ سالی وان استحمزات اقدس الہی بارگاہ انوگن یہ اس طرح سختا لقفظ انن اکو فریاد بین انوگن یہ تقدیر کو آئین دچی کو آئیت نظر کو خدای کے نتصال انشاءاللہ خدا وند عالم سنتی تمام مراحل زندگیان حکمتان لعافیت شد بک اولاد کن اولاد بابرکت اولاد چگی انشاءاللہ غنی زندگی بابرکت زندگی بک
ببركات صلوات دار محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خداوند عالم استدعای شریفیان و کسل جمعت اذا سعلك عبادی انی، وقتی می بندون اس می کنت سل بنا فا اینی قریب نکوی لیکن انگی مرد اجیب دعوت الدائی اذا دعانی، دے دعا بکن مؤمن کنی دعا کن لنس ینچین و استجابت بچن. اجیب دعوت الدائی دے دعوا بکن کن دعا بکن کن کھوئی پھریاد کو لنس ینچین و لنس دولا جواب دانچین. گوان مؤمنین کن دی دعا پو یقص خداوند عالم شیطان و نغال یرانل توفیق گوار وشه سی جب تک خدای توفیق پوان یرانل شامل حال سون سمت پا مطالا دعا باید بید حال پو مطالا یا چون دنیا یعنی دین قام سے انسان پو نیتا سیوت دی دعای چھن پیا دی توفیق الہی شامل حال مت پیم شب قدر گرین تمام عالم یان شب قدر منائے بین یت، اما افراد کھیک انسان کھیک بچھن پیشی کیان انہا غافل یت. دشمنی شیطانی نفس امارے شکار سونسیت حق نباطل کو نریت. وان توفیق الهی بوشین خدای گزگولا لقبز المید بولا. امام صادق فیقوس کا سل بیوند من اعطا اربعا من اعطی اربعا لم یحرم اربعا. گستو چکلا خدا چیز بجیش از دبا سیوتنا خود چیز بجیشی تیانونا محروم لشمن. من اعطی الدعا لم يحرم الاجابه. سول خداوند عالم اس دعا باید تی توفیق شده بسیار نه خو اجابتی که خود دعا پو اجابتی که تون مید پشتنونه محروم لشمن که دعا پو مستجاب باید. خداوند عالم اسان کسل بیوند قرآن یعنو ادعونی استجب لکم کتیس دعا بس نس اجابت بید. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. دسو چکون اس کی تکبر بتان نی عبادت پایت پیشتی آنونا خون ان قریب جهنم آنو داخل بایت پی. گوان مؤمنین کن دعا بایت پول توفیق پو خداوند عالم شتی آنونا چوک بدل لنگن ارنگن نصیب بار بشه. امیر المؤمنین فیقه ذکر میگوید امام حسن مجتبی فیقه وصیت بن کسل بیوند دی وصیت نامو نهج البلاغه 31 نامه انو ذکر یوت. امیر المؤمنین فیقه وصیت نامو امام حسن مجتبی له دی نامه انو کسل بیوند وعلم ان الذی بیده خزائن السماوات والارض. نمیگوید حسن یعنی شس کی دزات پو کی کھلی لگ تو نم نسے خزانان کھلی لگ پین یوتن. قد ازن لک فی الدعا دزات پو سیان لتوفیق تنس دعا بایوت پی یعنی لازن تنس یعنی لتوفیق تنس دعا بایوت پی. و تکفل لک بالاجابه و دزات پو کھرن متکفل سن یعنی دعا پو اجابت بچرے. جو امیر المؤمنین فقس تی آئی شریفو کی نگا سرنامہ سخن قرارتا سن تی آئی شریفو لکتا سکسل جو سین و ازا سعلک عباد عنی فا انی قریب. می بندون اس وقتی کی نگا مناجات بلنا دعا بلنا نکونی موریوت نکونی موریوت فا انی قریب اجیب دعوت الدائی دعوت الدائی زا دعانی دے دعا بکن دے دعا بکھن کنی دعا کن لنگس استجابت باید پین استجابت کتھن چک پید پین
دو خداوند عالم شق وعده ای دو وصیت نامیان و امیر المؤمنین شق قوز ادامه تنگت و امرک ان تسألهو لیعطیک خداوند عالم است یا لا امر بس که خدای کنه چل زره کوری کنه چل زره جا لیعطیک دا یا لا عطا باید پی پیرا و تسترحمهو لیرحمک خداوند عالم است یا لزست که خداوند عالمی کنه ترحم چل مهربانی چل لطف چل عنایت چل لیرحمک تا خداوند عالم است یری که رحم بوک یری که مهربان چوک ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه خداوند عالم است یانا کوری بریانو سوچک حجاب قرار متانس سوچک مانع قرار متانس یانا خداوند عالم است مستقیم کوری کنه چول زیس کوری شزده بزیس قرآن این کسل بیونت و نحن اقرب الیه من حبل الورید ننگی بندونا ده حساب نستیوت که کوری جنگ میر صابت سنگا کوی سترق ننگی موریوت انسان توس خداوند عالم فیق پو یران نتسام چنگی موریوت انسو بس نن ایران لضرورت پو چی دو دی آیات کن روایات کن دی دعا کن دیگر نتخبا گوید که نتان لخدای کن چل بی ضرورت دو صرف جب تک نن یر سلمت پا خداوند عالم اس نن ایران لچان شزده بچه من نن ایران اس لانسوسی عبد و بندگی و اظهار با گوش جسیم دا وقت که بینیازی نتیز اظهار بسمت پا نتان لخدا چان شزده بچه من لذا دپسی آیانو کسل بیونس ان الذین یستکبرون عن عبادته اگر نتس تکبر بنا عبادت الهی مل کیوں مت پیانو خدای کنه چل بیت پیانو متالا آر سونا متالا تکلیف سونا دون ل خدا وند عالم جهنم تیار بسیوت نینگه نیری وظیفه چین خدای کنه چل بیت اد اونی استجب لکم خدا زد کتس چل نس استجابت بیت وان دیانو خداوند عالم اس امیر المؤمنین فی حدی حدیث شریف بیانو کسل بیونس ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عن خداس یانا کوری بریانو سوچک حجاب قرار متانس وانا تعالی مسئله شفاعت پو پیش یونت کی دیو مسئله شفاعت نا مغایرت یوت مینا کہ خداوند عالم اس مستقیم کوری کنا تعالی چول زرید مسئله شفاعت غن یعنی ضروریات دین شتیانو نا این غتالا ضروریات مذهب شتیانو نا این و دی مسئله دعا و آیت پو خدای کنا و اهل بیت شفاعت لکر بیت پو دیو حرگیس مغایرات مت بلکی چین زبنا شفاعت پو شرط کمال دعا این نہ شرط اصل دعا نن یری دعا پو کمالیت کی تھن میت پولا غتالا شفاعت سولزس اہل بیت کن ائمہ اطہار کن ام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فیق پو کہ خداوند عالم اس کون اذن شفاعت تن سیتن دے زوات مقدس کن غتس شفاعت لکھر غت دعا بنا نن یری دعا پو خداوند عالم بارگاہ یانو سریعتر و شخمو استجابت که تون میت پی سنگت گوچه سین شفاعت یعنی همراهی باید پولدش چه سین شفاعت یعنی یمبو یوم باید پولدش چه سین شفاعت با گوانا خداوند عالم است دی زوات مقدس کن دی مقام پو شزده بس کی نتن لا شفی قرار تن میت پو و کونی نزگق سنگت اس خدای کن چل بیت پو جونگا نیری دعا پو شخمو بسے استجابتی کا تھن مرد اس نیت کو چاہیے وانگا تانلا مستقیمن خداوند عالمی کنا چلنا وکن شفاعت لکل چلنا جونگا تانلا انگتی دعا پو قبول گوائید پی بہترین وسیلہ ان و سبب ان خداوند عالم اس
دي شفاعت بايوت بي اذن بو فقط افراد خاص سلمت بشز در سمت هر ایک لا شفاعت بايوت بي دي قدرت بمت من المنزل الذي يشفع عنده الا باذنه جب تک خدای اذن یوتمت با شفاعت با انجام و شفاعت بايوت بلا خدای اذن گوشین و خدای اذن بو ائمه اطهار علیهم السلام لیوت خدای اذن بو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لیوت اولیاء الهی ل خداوند عالم دی اذن بو شزد بس یوت یوت پنا جس طرح خداوند عالم اس کون ل شفاعت بایوت پی اذن تاس تنگ اتا لا کون شفاعت ل کور بایوت پی سفارش ام بس یوت گوانن اتی دعا پو کون شفاعت ل کور بایوت پو اتی دعا پو کمال ک تھن بایوت پی ذریعہ گوچسن سنیت گوچسن دعائے زیارت جامع کبیریانو آخر پہ کا کسل بمت اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیته الاطہار والائمة الابرار لجعلتهم شفعائی خدایا اگر یریل یزکوئے کا غلا محمد نعالی محمد پتسسن یان سو افراد چی یریش تلا مقرب بندے یان کھون پت یان سویت پن سپنا شفاعت لکھر بیت پولنگس دون شفاعت لکھر چین مپا اقرب الیک یران یریش تلا لیکن قریب یوت کھن لیکن نزدیک یوت کھن یران لیکن نیمور یوت کھن دبندون محمد نعالی محمدین کھون نیا شفاعت لکھر یریل یزبے کھنگا بس خداوند عالم جس طرح غن ایری بریانو حاجب قرار متان سن خداوند عالم اس اہل بیت اسمت و طہارت غن ایران لا وسیلہ قرار تانس شفاعت بایوت بی غن ایری دعا کن مستجاب چھویت بی شرائط ممانگویت دی شرائط کن یعنونا شرط چک دی طرف لے اشارہ بیت حدیث قدسی ان خداوند عالم اس کسل جونت فمن کا دعا و علی الاجابه اولین چیز بودو ان کی غنی ان اس دعا وار وشی جب تک نات اس دعا بسمت پا غتن گران تھن چمن دعا با یت پون غتی فریزین غتی وظیفین امیر المومنین فی قصان دی حدیث کسل جونت من اوتی الدعا لم يحرم الاجابه سول خداوند عالم اس دعا باید پی توفیق تانسید نا دون ای دعا پو مستجاب چھایت پولا کون محروم لشمن استجابا چھایت پشتیانو نا دعا باید پو آتی فرض این چانو دعا آتی سمت کمیت بار گوشیا دعا ما بس نا آتا نا چاند ہو بچمین ما یعبعو بکم لولا دعاکم کتی دا کتی کنگاس نظر می با اگر کتی دعا متنا کتیانا توجہ میں باگر کتیس میں کنا مچلنا وانا سق پس ایک اولین شرط پو غنی دعا قبول چھاک دو انکی غتیس خدای گزگول لقبز انہیں چل با اظہار بندگی با اظہار بینیازی با خدایا غیل چامت غیل چان سامن غیشی تیل چان چیشمت چیوت ناری خدایا یہ رشز دبس ان یری دی نعمت کن گاما غیل قدر یوت خدایا یری میک پو غیل شزده بسید پی دی میک کن غیل دی کھاو غیل دی شناو غیل صحت سلامت لصف یوت پو جو گاما خدایا یری نعمت ان وغتن عاجز یوت حر چیز دینا مطان لچانسی باگین چمید جب تک خدای قدرت تان فید پی دی قدرت کن غتس استعمال بسید پا خدای ازنی کن غتان برولین یوت یو چوخلا امام باہم نام رضائی فیق پوس کسل بیمت علیکم بصلاح الانبیاء کتان لانبیاء کنی صلاح پو حتیار پو کھر زرنگا سفارش بید اصحاب کنی جس یپنا رسول اللہ فقیل اللہ وما صلاح الانبیاء انبیاء کنی صلاح پو چین جو انبیاء کنی حتیار پو چین کسل بیمت فقال الدعاء انبیاء کنی اسلحا دعائی یو تو پیغمبر اکرم سان کسل دعا سلاح المؤمن مؤمن سلاح پو سان دعا
نتن لگا گرفتاری چی ہاں پریشانی چی گانو نتی راہ حل پدیو ان کی نتس دعا بایا دعا چھو وسیلے ان نتن لگا ہر مشکلات پریشانی انو ہر غم و ہر پریشانی انو نجات چھایت پی نتن لگا واحد وسیلہ و نتن لگا دعا دی ناتس دوت سے دعا بیت دیدی آیات کن روایات کن اس کا سلب ہوں کتے دعا بوس نس استجابت بیت زرد ناتس دوت سے دعا بیت ام منگانی دعا پو استجابت اگر تھن ممت دی وجہ پچین زام سے ناتس دعا بیت ام منگانی دعا پو مستجاب گو آمد یا گور مستجاب گو دی وجہ پدو ان مومنین کن دیکھو خداوند عالم اس غنی دعا پو سریع گاہ اجابت بچمن گاہ غنی دعا پو مستجاب بایت پولا گور چوچی گاہ خداوند عالم فیق کس غنی ران لا دی دعا پی سلا پو دنیا کے تانچمن آخر لجق چی گاہ خداوند عالم اس مسلحت ششمن غنی دعا پو مستجاب بایت پولا جس طرح ان ایری کنا اتا اتا مونی کنا سنچ پر پھو بلبس کنس غتا لا زرو کی گری تو زرو کینچی تو زرو یا کھپ چی تو زرو وان ان ایران تاس پوت کی دی پھو لا اگر لا پینو گری تا نا لا پینو کھپ تا نا لا پینو کینچی تا نا دی پھو کورس کھری کس دوکھر فن چک چین لہذا پھو سام سے فریاد بنا سام سے غو بنا آیا نتا تامون اس پھوئی لگا تانو گا کھوئی لگا گری تانو گا کھوئی لگا ہتھیار تانو گا کھپ چی تانو گا قینچی تانو گا تانچمن دو چا تانچمن یران لر تخصپت کی دی قینچیو دی گریو کھوئی لگ پیان تانا دو کھولا نقصان دہ انزر بو کس کھوئی کس دو کھر تن چکچ انزر بو لہذا خداوند عالم سنگاہی وقت نتی دعا پو مستجاب بامت دونگانی ری مسلحت یا نومت پین اما خدا وند عالم اس دے بدل لنگا تانلا دو پچ سان بہتر پو گا تانلا شز دے بچین یری چل باید پی دے دعا پو ماجننا یرانا دو پچ سان بہتر پو شز دے بچین گاہی اوقات خدا وند عالم اس گانی ری کنا چلت کی دعا پو گور قبول بید چا گانی ری راز و نیاز باید پولا خدا علا فریاد باید پولا لیکن پسند یوند اذا سالك عباد عني ني بندوز وقت ني كن چل بنا حضرت خدا وند عالم لیری دی زار زار گریہ بین فریاد بین غو بین چ لقبزن مے پخوری گز گوی ک دیو لیکن پسند یو چ سنگال خدا لا لہذا گور چ چین یہ دعا پو مستجاب بایت پیانو گاہ خدا وند عالم اس یران لا دنیا ایک استجابت باچمن یہ دعا پو اخرت لا استجابت بسنی چین یالا چھانا دی مطالب کن نتالا دعا پو قبول مگوامن بلکہ دعا پو قبول مگوایت پینک مسلحت مت پین یونا چخلا امام صادق فیق پوس اے جملہ چک پین کسل بیونس من اعطى الاستغفار من اعطی الاستغفار لم يحرم التوبہ سلح خداوند عالم اس توبہ استغفار بایت پی توفیق سونا توفیق شز دے بنا کھولم یحرم توبہ توبہ باید پوشی تے نہ کھولا محروم لشمین کھے توبہ و کھے استغفار کو استجابتی کے تھن مویت پوشی تے نہ قبول گوائید پوشی تے نہ کھو محروم لشمین مومنین کن انشاءاللہ خداوند عالم اس غنی ری دی راز و نیاز کن و دین شرع اعمال کن دعا کن استغفار کن کلی کی حسب کوئی کبھی احسن وش قبول بس دک تک امید یو دسان کن نگا تانلا بار بار اونچمن سالیان اونا رسپچی نگا تانلا شب قدر تھنت سولہ دی شب قدر پنر دون تھکویت سو دون تھک بامیت غنی رنگ دوبارے آن جس شب قدر پنر دوں تھکسوں سے خداوند عالم کا
غنیرس غنیری شکوا شکایات کن دعا کن استغفار کن آئندہ عمر پہ غنی تقدیر پہ خدا اور جذبے کا نتسل سے انشاءاللہ خدا وند عالم سنتانا غنیری صلاح یت کھن پہ شزدے بو غنی آلان لہ خیر پہ شزدے بو وقت مومت پہ نظم سے مومتی مزاحم کو آمد انشاءاللہ ہمیشہ زندگیان استغفار بندو توبہ بندو دعا بندو جو خداوند عالم لا پسندیدہ ان وقت بھی لشین بندے کے نہ خدا یو چلت کہ یرس توبہ بندو پاؤ یرس استغفار بایت پو یرس خدا کے نہ طلب مغفرت بایت پو جو خدا لے گنا پسندیدہ ان وقت بھی لشین لہذا شب قدر پو متس اہل بیت نہ قرآنی دستور مطابق ان شاء اللہ خدا کے نہ چل سے خدا وند عالم حسن قبول بھی مومنین یہ چھن کن فن منا امیر المؤمنین فقبے نگی اوت کن یتیم سوں سے جگ منگی سن کھانے میں امام حسن مشتبہ نہ امام حسین فیقس بوی فیقو دفن بس لخص شخص نیتفا ایک وقت لم لتھن منا لم فچ لخرا بیچ گیا نکنا اس کچ انگیت لیکن اس نے سکشن سکچ گیا نک وہ فریاد بایت پی دسکت پو چھر بنا امام حسن نہ حسین فیق پو دسکت پی گب گب نہ تیم چی دی خرابیان تھون چی تھو مسون یک غریب چی گنچہ مت کھن زچس مت کھن پریشان حال یا یک کھن چی گویستیانو پغبیتان سنا دی خرابیانو سیکا گویو دی شخص پنگی مرلاو سنا تریس الہ لیزاد یان سوین یان دی خرابیانو چی بینیود یان لزا چز کون یری سس کیوں مان آیا یان لتا کھنچی اتا یامید دربن جوابو س غلط کھن پو جگم سمن متھن ایک ساچ گو سل زچس کھوں سمن شخص گت اما دری جگم سمن غل زچس مت پایا غلط ماؤ مانی خبر لین ماؤ ما جگم سم سو امام حسن نہ حسین فیق پستریس لزاد کیا لچار تک پیوتا نشانی گیوتا آیا کھر دو پو کیا لشس گا کسل دوں گا لچنگ سا نشانی میں مس جخش میں تک پتریا نہ کسل گیوس یا لگی منگ تک نہ دس چل سنگس خدائی منگ نہ بس انزرے ان علی شخص آیا یا لکوی صورت پجا تک پیت شکل صورت پگا زکشیت سو کسل گیوس نیمک پجر یود نال چانسا می تو مان اونا کیا لیا چالا مچیتا یا چان پہچان چیتا زربن کسل یوں اس غلالا مچ دزاد پہ تخفیو ہمیشہ زبانی کا ذکر زرندوگت سو تسبیح و تحلیل تغمیت پی وقت پی انو نمی آیت پی ملائکون اسلا یم بو تسبیح تغد سو دسان اخ نمی آیت پی مخلوق کنسان دلق سکنا دی بے جان کنسان دزان پنیم بو
تسبیح و تحلیل بتسو گویا ان کشن میستغو بسے ملائکون شخص امبدعا بات سخش سے یا اللہ یا امیر المومنین میگے ود کلر تغفصو یا کسل بیونس لزاد دو غیبا و امیر المومنین فیغپو انکھن انسو یا علی یا لیا جتو غریب کن پریشان اتزاد کن خیال یومت سو دزاد پولایا کسل جونس نگیوت پنی زمام عسن نوسین فیغ پوس لد شخص پویا یا لخدمت با انکل پونی بوالی فیغ پوین مین کسل جون یتی بوالی فیغ پو گر شخص نیزر ون کسل جونس ملعون اشق الاولین والآخرین چگیس مسجد محراب یا نغیب و شہید باس و یا بودف البسے در چغلق سے حسین تا دسکت پسر بند غریب پس غفر یاد چباس گوے کسلوس وا ویلا وا مصیبتا یا مولای فیغفو غلا عیادت لیومت بنسو غلا زچس کیومت بنسو لبی گیت کو نیت خدا تھتو گل اخفو لکھلے غیری پوی قبر کا کھرایا یا ام امام حسن حسین فیقبو شنکن کنیا لقبتا سیرتنن چیک امیر المومنین فیقب قبر پکت ہنے یا اللہ قبر پکت ہن منایا دی غریب پوس کسل جوہیب خدایا خدایا دے صاحب قبر پہ اقند سے نزگ غیت خدایا نیر گویا نوگ استرق پو مشغیا غسان لینے کے خدایا غلط وقت مید یا علی نبر سے دکی یا اللہ ایک وقت دی مومن پسا علی قبر پہ کسرو کیوں اللہ ہاں امام حسن حسین فیقبو غصد غریب پلسا غصر من کفن تنس انود تنس دفن بس لا یوم کا یوم کا یا عبداللہ یا حسین یا غریب کن دفن با ید بی وخصو دی خرابون یا نو یا کفتا کھن بیت با ید کھن کنی یا خیال یو سو اما کربلا لیا قتل گا یا گھڑوں پیانو یری مبارکر کو بھنگ پو شخصو سنسو غسل کفن مت پایا فانس لسپو دے امت کل سل رون چیم یومو خدایا خدایا مظلوم غریب عطشان بیکر
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بزهور الحجة. أسألك اللهم وندعوك ونصم عليك باسمك العظيم العظم العظ الأجل الأكرم. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بقائه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته ومواليه. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا مع الحسين وأصحاب الحسين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام مع زيارة قبر نبيك وقبور أوليائك عليهم السلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. لأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح أموات الحازنين المقصوصين المنزورين الملتمسين وإلى أرواح أموات الحازنين وإلى روح المرحوم المغفور حجة الإسلام شيخ أحمد محمدية شيخ موسى شريفي شيخ محمد مفيد سيد حسين وفيا حجي فياز إحسان علي محبوب علي وتمام مؤمنين كل التماس دعا بكن كن حجية خديجة وغير ذلك. نحدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. رب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد وآل محمد صلوات. زيارة
بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة أبو عبد الله الحسين شبي قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصببت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذي خالفوك وحاربوك والذين خزلوا والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولاي ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالحدى الذي أنت عليه عارفا بزلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء والصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة حضرت أبو الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ولحقهم بدرك الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. زيارة في عمكة مسكوس.